أبقي سؤالي، البعض يقولون أنه صار انفجار قبل انهيار المبنى، يعني لو نشوف الفيديوهات أنه الانفجار من تحت صار مو من فوق، أنه البناية تهدمت، يعني كل واحد دي يحكي شكل. اليوم هاي خلط أوراق؟ يعني حقيقة لما تصير كارثة في أي دولة في العالم، لما تصير مشكلة كبيرة أكيد تبدي الإشاعات ويبدي القيل والقال، ولكن جذور المشكلة تبدأ من هيئة استثمار بغداد، من إحالة هذه الرخصة إلى شخص ممكن أقول أنه غير موثوق، أو قد يكون شخص عليه بعض المشاكل مثل ما شفنا مصرف رافدين كان مدخل اسمه في بعض المشاكل. بالإضافة إلى هذا الشركة الاستشارية، عفوا الشركة المستثمرة نفسها غير معروفة، الشركة المستثمرة في نفسها ليس فيها كادر هندسي، ليس فيها مهندس واحد، لا يوجد فيها كادر واضح من الممكن محاسبته، مساءلته، العمل معاه في التحقيق، إيجاد مخططات. هذا من الباب الأول. هيئة استثمار بغداد تقع عليها المسؤولية الأولى، أولا المسؤولية خلينا نقول إحالة الاستثمار إلى الجهة الخاطئة. المرحلة الثانية تبدي على أمانة بغداد، أمانة بغداد باعتبارها الجهة المسؤولة، الجهة اللي تتسلم المخططات التصميمية، ثم ترجع تستلم المباني وتستلم الصب وتستلم نتائج المختبرات عن الحديد وعن الإسمنت وعن المواد المستخدمة، وأخيرا يسلم إليها المخططات اللي صارت عليها البناية. هذه كلها يعني يجب أن تكون مدرجة ضمن التحقيق حتى نعرف الصيغة النهائية اللي تطلع وتكشف لنا المتسبب الحقيقي أو المشكلة اللي أدت إلى هذا الانهيار السريع. حقيقة مثل ما تفضلتي بالريبورتاج اللي انطيتي قبل دقائق، يعني هزة على مقياس ريختر 5 أو 7 درجة ممكن ما تؤدي إلى هذا الانهيار السريع، ممكن ما تؤدي إلى هذه الكارثة بهذا الشكل، ممكن يكون انفجار ولكن لم يسمع أي دواء الانفجار. كذلك نتائج التحقيق الأولية. سيد أحمد، كونك استشاري أيضا في المشاريع والاستثمارات، إذا هناك مخالفات بقانون الدفاع المدني من حيث السلامة، من حيث القانون رقم 44 لسنة 2013، زين أنا أنطي موافقات، المبنى صار له سنتين بالضبط، الشروط ما بي 4 طوابق هو يتكون، يعني حالة استهتار بحياة المواطنين اليوم، منو السبب؟ يا سيدتي الفاضلة، أولا طبعا المداخلة اللي تفضل بها السيد العميد كشفت لنا خلل كبير في منظومة العمل. نعم. يعني أعطيك مثال بسيط، في دولة الإمارات العربية المتحدة اشتغلت فترة طويلة في مجال المقاولات والاستثمارات وغيرها، مثل هذه الموافقات لا تمنح إلا في مرحلة التصاميم، يعني قبل ما يدق أي 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 شيء في المشروع يجب أن تكون هذه المخططات والموافقات حاصلة قبل البدء أصلا بالمشروع، مو ورا سنتين ثلاثة. ورا سنتين ثلاثة أدت إلى هذه الكارثة. ممكن المبنى ما ينهار لكن يصير في حريق ويموت الكل، مثل ما صار في إحدى المستشفيات قبل سنتين. هذه كارثة حقيقة. هذا بسبب عدم اللا تخطيط وأيضا اللا دولة حقيقة.